الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بيكم وحلقه خاصه من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه كالعاده اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. اهلا بيكم جمهورنا العظيم في ملوك الصالات. نادي الزمالك تاريخ كبير مع كره السله المصريه والافريقيه. كلاسي الكوماندوس الابيض يشوط الكره وعليه كره هايله يا سلام على المهارات اللي تدي العبارات. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير بمناسبة السنة الجديدة، وكل سنة وكل شعب مصر بخير وسعادة بمناسبة أعياد الميلاد، ويا رب دايما متجمعين في الفرح والأعياد، وكمان متجمعين على حب نادينا العظيم نادي الزمالك الملكي. وقبل كل ده على حب وطننا الغالي مصر، دايما مهد الحضارات والأديان. طبعا حلقة ملوك الصالات النهاردة استثنائية بمناسبة ان النهاردة اخر يوم في سنة 2021، وكلها ساعات قليلة ونستقبل سنة جديدة، يا رب تكون سنة سعيدة على الجميع. حبينا نفتكر بعض الاوقات اللي كانت مميزة بشكل كبير خلال 2021 من حلقات برنامجنا، وانا معاكم في برنامج اخبارنا او برنامج ملوك الصالات. وبنظرة سريعة كده على حلقات سنة 2021 هنلاقي أحداث ومواقف وشخصيات كانت مهمة جدا وكانوا علامة فارقة في تاريخ قناتنا وتاريخ نادينا، خصوصا الحلقات اللي كانت بتكون دايما بعد الفوز ببطولة. والحمد لله ملوك الصالات في 2021 كانوا على موعد مع البطولات اللي فرحتنا واحتفلنا بيها كتير قوي هنا في قناتنا الحبيبة. Oh, 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 oh
ما شفنا الزمالك عمل موسم ولا أروع، موسم كان فيه لحظات تاريخية مش ممكن حد ينساها. كل الفرق كانت على قدر المسؤولية، وفي مقدمتها طبعا كرة السلة الزملكاوية اللي عملت موسم استثنائي. خلينا نطلع الفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم، استنونا. ثم بوابة نادي الزمالك. اللقطات اللي شفناها دي مستحيل حد ينساها، عشنا معاها وفرحنا بيها في الملعب، وفرحنا بيها هنا كمان على شاشة قناتنا. خلينا نفتكر مع بعض أهم اللحظات دي، واللي كان منها مداخلة مميزة جدا لنجم نجوم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، اللي كان بيدعم وبيساند ويهني كل فرق ولعيبة النادي، وكان موجود كمان لدعم فريق السلة بعد الإنجاز التاريخي والعظيم اللي حققه الفريق في سنة 2021 بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة. تعالوا نفتكر سوا شيكابالا قال إيه لنجوم السلة بعد الفوز بالسوبر الأفريقي. كأن نادي الزمالك ده لو عنده ابن مش هيكون أكيد أحسن من الفهد الأسمر الأباتشي شيكابالا. شفت الفرحة؟ نور الدنيا يا شيكابالا، وانت مش فاهم مدى سعادتي أنا وكيجو إنك منورنا على التليفون في قناة نادي الزمالك. لا لا، ده أنا اللي مبسوط جدا والله، وشكرا على اللي انت بتقوليه ده والله. بس احنا زي ما انت لسه بتقول، احنا أولادنا الزمالك في الحاجات دي لازم نبقى بنقف جنب بعض، وكأن انا اللي خدت البطوله والله. صح. انا مبسوط لهم كأن انا اللي خدتها يعني. واحد انت مش متخيل انا مبسوط قد ايه على المكالمه دي. شوف يعني اكتر مكالمه فرحتني في الدنيا. مين اللي عورك؟ والله واحد يا كابتن شيكا، عورت في ماتش انجولا، لكن الحمد لله. الف سلام عليك يا حبيبي. الله يسلمك، ومتعتونا وشرفتونا زي ما انت عارف. كان نفسي انت عارف ان المداخله دي يعني كابتن شيكابالا بعت انه عايز يبارك لكم. تخيل هو بنفسه، انا هو كان متواصل معايا هناك، واحنا بعد كل ماتش يقول لي مبروك ويسال عن الماتش اللي بعده، كان متواصل معانا على طول واحنا هناك. يعني وحتى كان كابتن هيثم بعد الاحتفال اللي كابتن هيثم عمله في البطوله، هو كان كل بعد الماتش يبعت لي مسج يقول لي مبروك وان شاء الله اللي جاي احسن، فهو كان متواصل معانا على طول. هو جميل ومساند لكل الفرق، هو بنفسه بعت لي مسج، انا كنت بتنطط من الفرحه وقلت هفاجئك بقى، مش هقول لك يعني. انا مبسوط جدا انا شيكا ان انت معايا التليفون. لا يا حبيبي، ده انا اللي مبسوط والله اللي انا بتكلم معاكم، ومبروك يا حبيبي وشرفتونا، وحاجه جميله لما تبقى بطوله زي كده واحنا ناخدها، وان شاء الله تبقوا البطولات اللي جايه دي ان شاء الله ربنا معاكم كمان. يا رب تكون معانا انت معانا في كاس عالم الانديه ان شاء الله. كابتن شيكا، انا عايز اعرف منك لما شفت هيثم السحارتي بيحتفل بالكاس على طريقتك حسيت بايه؟ لا زي ما انت لسه قايله من شويه، احنا اولاد نادي الزمالك احنا غير. صح. احنا قريبين من بعض جدا، مش شرط لا يكون بلعب كوره بيلعب باسكت او بيلعب يد، لا احنا قريبين من بعض جدا لدرجه شفت هيثم بيعمل ايه، بيحتفل بنفس الطريقه اللي انا بحتفل بيها. احنا الماتش بتاع الجونه، ماتش الجونه لو كنا جبنا جون كنا هنحتفل بالطريقه بتاعه الباسكت. يا نهار ابيض، كنتوا متفقين على كده؟ احنا اتفقنا، كنت هيثم اتفق معانا واحنا قبل ما نطلع قال لنا هنعمل كذا كذا عشان شيكابالا. اتفق معانا قبل ما نطلع على ناخد الكاس. واحنا كان اي حد هيجيب جون في ماتش الجونه كنا هنحتفل على طريقه الباسكت، بس هو ربنا ما عرضش، فالماتشات اللي جايه ان شاء الله هنحتفل بطريقه الباسكت. يا فندم انت كده يعني بتبهرنا بالكواليس والله. انا مش عارفه اودي جمايلك دي كلها فين على الهوا بصراحه. دي بالنسبه لي احتفال بجد والله. كابتن شيكا قول لي ان شاء الله احنا هنرجع للتمرين ان شاء الله، واحنا بقى كفرقه الكوره احنا هنعمل لهم احتفال خاص بيهم هم، يعني احنا فرقه الكوره مالناش علاقه بحد. اكيد. واحنا كمان هنحتفل بيكم بالدوري ونفرح كلنا، انتوا فرحتنا الكبيره ان شاء الله. كابتن شيكا قول لي لما شفت المباراه البطوله عموما حسيت بايه؟ يمكن البطوله كلها كانوا هم طبعا عاملين مستوى لا اروع، لكن حسيت بايه في المباراه النهائيه لما الاتحاد المنستيري علي على الزمالك 12 نقطه؟ لا ما انا بقول لك في الحاجات دي بقى احنا ما بنستحملش بصراحه. بتتفرج ازاي وعامل ازاي؟ احكي لي كده. بس وانت بتتفرج عليهم من اول البطوله هو باين اللي هم مركزين وناويين يعملوا حاجه. الناس دي اللعيبه دي قبل ما يسافروا كان عندهم مشاكل كتير جدا. صح. كتير كتير يعني، احنا خدي بالك انا وكيجو اصحاب جدا يعني. انا عارفه، ما انا عشان كده خليت مفاجاتك ليه في الاخر. بقول لك كان عندهم مشاكل كتير جدا. صحيح. يعني حاجات ما ينفعش تتقال اصلا. انا بصراحه انا كل ما بيحصل مشاكل بشتكي له، اقول لك التشيكه حصل كذا 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 الحقنا. صحيح. كلكم على فكره يعني كل الفرق العاب الصالات والكوره، بس بيبان معدن الرجال الاصيل في الازمات يا كابتن شيكا. المعدن بيبان بقى في الحاجات دي، وهم فعلا
قفلوا على نفسهم مع مدرب عظيم قفل على فرقته، وهم خلاص هي كانت المنفذ بتاعهم اللي هم احنا هناخد البطوله دي، وهم مسافرين من هنا ناويين رغم كل اللي بيحصل ده احنا هناخد البطوله. فانت تتفرج عليهم بتحس حتى لو الفرقه الثانيه اتقدمت عليهم لا احنا هنرجع. صحيح. انت قاعد وانا قاعد بتفرج انا عندي ثقه ان الفرقه بتاعتنا هتكسب. انت حتى لما الاتحاد المانشستري عالي عليهم انت كنت متاكد انهم هيكسبوا، بس كلنا كنا حاسين كده. عارف اللي احنا هنكسب بيبان. بصي طالما الفرقه بتلاقي فيهم عندهم روح مع بعض كلهم كانهم واحد، تعرفي ان الفرقه دي لازم هتاخد البطوله. صحيح. انت ليه دايما من واحنا صغيرين، ده بجد من واحنا صغيرين عندك ارتباط، انت طبعا بتلف على كل الالعاب وبتساند كل الالعاب وكل الالعاب اصحابك، لكن ليه دايما من واحنا صغيرين صح متربيين كلنا مع بعض في النادي واحنا صغيرين عندك ارتباط غير طبيعي بكره السله؟ هو بيحب الباسكت جدا. اشمعنى بقى؟ بيتفرج على الام بي على طول. وانا قال كيجو انا بتفرج على الام بي على طول، يعني كل الدوري بتفرج عليه. شيكا التيشيرت بتاع البطوله انا جايبه لك هديه. لا ده غصب عنك. ده مش مزاجك، لكن ده اوبشن. لا ده موضوع منتهي ده. منتهي. انت بتوديه له على طول على البيت بعد المداخله دي. اتفرج. موضوع منتهي. لكن انت ارتباطك بكره السله فعلا من واحنا صغيرين جدا. انت على طول بتلف وراهم يعني. انا في ماتش الاهلي عندنا في الصاله كلمته لو ماتش يتلغى كلمته الساعه 2 وكابتن شيكا احنا عندنا ماتش مع الاهلي انا عارف وان شاء الله هجي لك، قلت له تعالى عشان خاطر في مشاكل مش ناس هتخش، فانت لو جيت هيدخلوا الناس معاك يكونوا في الماتش. قال لي اخلص تمرين الساعه 5 هتكون في الصاله الساعه 6، وفعلا خلص التمرين وجاء على الصاله. دي كانت اهم حاجه. هو ده شيكابالا الجديد. هو ده شيكابالا. مش قادره اوصف لك فرحتي، فرحه كيجو، فرحه قناه الزمالك كلها. الكنترول بيتنططوا ان انت معانا على التليفون، ده بجد. ده انا اللي مبسوط والله. والله احنا اكتر. خلال 2021 اتجمعنا بشكل كبير جدا على الافراح والبطولات، وهنا كانت القناه دايما بتحتفل بالباسكت والفولي والهاندبول في كل البطولات، وطبعا كره القدم كانت بجد سنه استثنائيه، كانت سنه فيها افراح وبطولات كتيره جدا، كنا طول الوقت بنحتفل وكان كل الرموز بيدخلوا يباركوا لبعض ويساندوا بعض من خلال المداخلات التليفونيه بالتاكيد. كتير من الجماهير والنقاد والمتابعين اختاروا بطولة أفريقيا لكرة السلة اللي فاز بيها فريقنا في سنة 2021 هي البطولة الأغلى خلال السنة، وده كان لأسباب كتيرة جدا. الحقيقة أن أول سبب من الأسباب دي أنها كانت لأول مرة بتقام تحت رعاية الـ NBA، وكمان الزمالك كان أول فريق يفوز بالبطولة بمسماها الجديد، وده طبعا بالإضافة للمستوى المميز والعظيم اللي ظهر به الفريق في البطولة، واللي كان على فكرة مش المرشح الأول أنه يفوز بالبطولة الإفريقية لأول مرة تحت رعاية الـ NBA، ولكن هم تحدوا كل الظروف وقدموا مستوى ولا أروع وقدروا أنهم يفوزوا بالبطولة الإفريقية. كان لنا لقاء احتفالي مع نجوم الفريق بعد العودة طبعا باللقب الأفريقي. خلينا نشوف أجزاء من الحلقة ونرجع مرة تانية، وأكيد لسه عندنا ذكريات مهمة كتير جدا من سنة 2021. دخلنا الصالة على في إيدينا نادي الزمالك علشانه جينا. احنا ملوك السلة في مصر، منور الدنيا كابتن مهاب. ربنا يخليك. مش قادرة اقول لك انا فرحانة بأدائك ازاي وبصغر سنك وشخصيتك جوه الملعب وجرأتك، بجد استمر على كده وما شاء الله ربنا يحميك ويبعد عنك كل حاجة وحشة، والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. طبعا احنا يعني قدرنا ان احنا نفرح جمهور الزمالك بحاجة قليلة جدا، جمهور الزمالك يعني مستني الفرحة دي من زمان، بطولة غايبة بقالها 30 سنة و20 سنة، يعني بطولة غايبة بقالها كتير جدا. من 92 صحيح؟ طبعا بقالها كتير جدا، فكانت حاجة صعبة جدا ان احنا نعوض دوت، والبطولة صعبة جدا، بطولة قوية فيها فرقة قوية محترفين على أعلى مستوى. بس الحمد لله احنا قدرنا نواجه كل الصعوبات اللي قابلتنا هناك وقدرنا نفرح جمهور الزمالك. اكيد، واحنا حقيقي مش بس فرحنا، احنا كنا طايرين من الفرح، مش بس فرحانين يا مهاب. بس خليني اقول لك اسالك سؤال، يعني هو انا الفضول واخدني اني لازم اسالك السؤال ده، انت ازاي بيبقى اوقات عصيبه جدا من المباراه وبتقدر انك تشوط الثلاثيات، وده شفناه بالمناسبه مش بس في بطوله افريقيا، لا شفناه كمان في مباريات الاهلي اللي هي المفروض انها المباريات مش الاقوى على الاطلاق، يمكن طول الباسكت المنافسه ما بين خمس ست فرق خلينا نبقى صريحين، ولكن مباريات الاهلي هي بطولات منفرده وبطولات خاصه، ولكن انت عندك ما شاء الله ربنا يحميك جراه انك تشوط الثلاثيات في اوقات عصيبه جدا من المباراه، فكر ازاي وقتها؟
انا لو مكانك هطلع اجري. وجهه نظري طبعا يعني اول ما طلعت كابتن وائل بدر وكابتن سمير جوده يعني اول ما طلعت كنت خايف جدا. فلسطين كان ده من 2019 لما خدنا الدوري. بس طبعا من وجهه نظري الباسكت ما فيهوش كبير وصغير. الباسكت فيه اللي بيتمرن واللي بيجتهد واللي بيبقى عنده اكسبيرينس اللي هو يلعب, ده اللي بيبقى لعيب كويس والناس بتشوفه ان هو لعيب كويس في الملعب. لكن انا بالنسبه لي الناس يقول لي انت عندك 17 سنه وبتلعب في اوقات زي كده, لا انا مش مقتنع بالنظريه دي خالص صراحه. يعني مقتنع ان اللي بيتمرن اكتر واللي بيلعب اكتر واللي بيبقى عايز اكتر هو اللي بيوصل للاخر. تعرف يا مهاب انا وانا بتفرج على المباراه والاتحاد المانشستري مثلا عالي عليكم ب 12 بوينت, انا وقتها ما كنتش حاسه ان احنا هنخسر. ما تقوليش ليه, انا وقتها حسيت ان الزمالك برضه هيكسب, ان انتوا هترجعوا للمباراه, وده مش من فراغ, ده من اللي انتوا عملتوه من بدايه البطوله. ما كنتش حاسه انه ايه ده فرق 12 بوينت, ده الاتحاد المانشستري صعب قوي, فخلاص لا الماتش بعد. مع ان من بدايه البطوله كان من اكتر الفرق المرشحه الاتحاد المانشستري, بس عمري في الفاينل بالذات حتى لو خلال البطوله كنت مقلقه, بس في الفاينل ما حسيتش كده. الاتحاد من سيريا بيتم ماتشات, يعني لعب تمام ماتشات لحد الفاينل, السبع ماتشات كسبهم فرق 40 نقطه. فده يعني بيسبب لك يعني رعب شويه ان انت تقلق من الفرق اللي قدامك. بس احنا قبل ما ننزل لا هنعمل اللي علينا ونسيب بعد ربنا. وطبعا اول حاجه يعني ان انت تشوف في السوشيال ميديا ناس بتدعمك ويلا نكسب بطوله, ده كفايه يعني, ده حاجه فرق معي. طبعا ده حاجه يعني حاجه كفايه يعني. انت يلا ما فيش كلام او ما فيش تفكير تاني. فده خلينا بسبب كبير جدا ان احنا نكسب البطوله. ناس كتير قوي مستنيانا واحنا عايزين نكتب تاريخ لنفسنا. طبعا طبعا. طب قول لي, في اول مباراه مع فيرو فيارو الموزمبيقي حسيت انه البطوله صعبه, الدنيا صعبه شويه, انتوا مثلا المباراه دي لا يعني المباراه دي تدريجيا كده انتوا كنتوا بقيه المباريات عملتوها احسن من المباراه دي بكتير, هل مع المباراه دي حسيت بخوف شويه, حسيت ان البطوله صعبه؟ لا انا عمري ما حسيت بخوف عشان احنا يعني دايما بص الكلمه يعني يقول لك انا عمري ما حسيت بخوف. يعني بصراحه لازم يعني نوقف عند كل كلمه عشان هم دول ولاد نادي الزمالك بجد. يعني بصراحه انا عمري ما حسيت بخوف, بس احنا ما كناش متسيستمين مع بعضنا في الاول. كان في اربع محترفين, كان في محترف جه على الماتش على طول, فالموضوع كان صعب شويه. بس احنا يونو من بورتوريكو. بس احنا يعني قدرنا ان احنا نندمج مع بعضينا مع ماتش مع ماتش. لما دخلنا الربع النهائي قدرنا ان احنا نحصل على الاندماج الكافي ان احنا نكسب, يعني نكسب ماتشات واحنا مستريحين في الملعب, ان احنا مش مشدودين. في الاول كنا مشدودين اول ماتشين, الناس مش شايفانا مش ده مستوى النادي, مش ده مستوى الفريق, في حاجه غلط. لا يعني هو مش كل حاجه برضو تيجي مره واحده. الحمد لله ان احنا سستنا مره واحده 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 لحد ما جينا اخر ماتش خلاص احنا بقينا اندمجنا مع بعضينا. قول لي, فكره ان انتوا كنتوا ما بتتدربوش او بتتدربوا اونلاين او ما شابه, يعني ده فرق معاكم بشكل عامل ازاي؟ الموضوع كان صعب جدا, الموضوع بجد كان صعب. انا مش ببالغ, بس احنا كنا بنتمرن الصبح وبالليل في الاوضه. خلينا نرجع للبطوله تاني, اثر عليكم ازاي؟ كنا بنتكلم في الفكره دي, اثر عليكم ازاي في فكره انه لا الاجراءات الاحترازيه وانه بتتدربوا في اوضكم مثلا اونلاين او كده؟ عايزاك تشرح التدريب كان بيبقى عامل ازاي, ولما بداتوا تتدربوا ثلاثات بس, عايزاك تشرح الموضوع ده اكتر. احنا الاول يوم ما رحنا اتحجزنا في اوضه اربع ايام حجر صحي, فكنا ما كانش ينفع احنا نقف او ما نتمرنش, كان لازم نواظب على التمرينات من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 8 بالليل مع مدرب الفيتنس كابتن جونسون. ده يعني سبب كبير جدا ان احنا خدنا البطوله, وقف جنبنا كتير, ساعدنا كتير جدا. ولكن اول اربع ايام قضيناهم حجر صحي, الحمد لله كنا كويسين, نيجاتيف الحمد لله كل المسحات. وبعد كده اتمرنا ثلاث ايام, كل لعيب على بورده, يعني على بورد اللي هو ثلاث لعيبه بس في الملعب. اوكي, ما ينفعش ان انت واحد على البورد ده واحد على البورد ده واحد واقف في النص مستني دول. في بورد في النص, في بورد في النص. اوكي, هم كانوا مستمين الدنيا هناك. اوكي, وبعد كده كل جروب فور جروبس بنخش كل جروب. كان يعني التمرينات دي بتبقى صعبه بمنظر ان احنا بقالنا اربع ايام ما اتمرناش. وبعد كده خلصنا المده ديت الحمد لله على خير, وبعد كده دخلنا في تيم, وبعد كده عملنا حجر تاني لما في مباراه اتاجلت. ايوه اتعملنا حجر تاني. وبعد فالموضوع فاحنا واجهنا صعوبات يعني كبيره جدا. بس احنا كل بعد ما بنتقابل بعد كل يعني حجر, لا احنا نكمل, احنا مش هنقف, احنا المشوار لسه طويل. فده يعني روح اللعيبه وبنتكلم مع بعضينا, فده سبب كبير جدا ان احنا نكون في الحته دي دلوقتي. تقول ايه للناس اللي ممكن يقول لك والله البطوله اصل مستواها ضعيف, اصل البطوله مش اقوى حاجه, يعني تقول لهم ايه؟ يعني في ناس دايما كده تلاقيهم طالعين في النص عايز يقلل لك من حجم الانجاز, ترد عليهم تقول لهم ايه؟ يعني انت كنت لسه مثلا بتقول لي ان منتخب تونس هو عباره عن الاتحاد المانشستري هو عباره عن منتخب تونس واربع محترفين,
فيا جماعه يبقى فين؟ والتونس قويه جدا في الباسكت يعني مش حاجه ضعيفه. فترد تقول ايه على الكلام ده؟ يعني زي ما كابتن حازم قام بيقول، كله بيشوف على الوش بس، كله بيشوف اخر لقطه بس. صحيح. يعني البطوله مهما اتكلمت انا مش هعرف اقول ان اوصلها للناس اللي بتقول كده، لا بالعكس، احنا تعبنا كتير جدا من اول يوم واحنا بنتمرن وبقابل فرق صعبه. ممكن نكسب اكتر من 20 بوينت، بس احنا بنعمل مجهود عشان نوصل للدرجه دي. عشان نوصل مسج للناس ان احنا فرقه كبيره وفرقه كويسه ولازم تخافوا مننا. فطبعا البطوله صعبه جدا ومرنا بظروف صعبه جدا، وبالذات الماتش النهائي يعني بتلعب احسن فرقه، احسن لعيبه في افريقيا، وفي لعيبه لعبت في الدوري الامريكي سمر ليج. فالموضوع صعب جدا طبعا. صحيح. بس الحمد لله يعني ربنا وقفنا، طبعا توفيق ربنا وكرم ربنا اول حاجه ومجهودنا، احنا لازم تعبنا كتير فكان ربنا لازم يكافينا في حاجه في الاخر. صحيح. وهاب ياسر واحد من اللعيبه اللي بجد عنده شخصيه جوه الملعب، وكلمه شخصيه جوه الملعب دي بتبان زي ما كنت قاعده بتكلم معاه كده في فكره الثلاثيات، قد ايه عنده جرأة في الملعب، قد ايه عنده شخصيه لاعب موهوب ليدر جوه الملعب، بيقدر يشوط الثلاثيات في اي وقت ومش من نوع من انه في استهتار او في لا مبالاه، لا بالعكس ده بيبقى في قمه تركيزه. الثلاثيات دي بتكون اصعب حاجه في الباسكت على الاطلاق. وهاب ياسر من الناس اللي انا بجد لما قعدت اتكلمت معاه حسيت انه جرأته في الملعب وموهبته وكل الكلام ده مش جاي من فراغ، جاي من شخصيه ليدر جوه الملعب، بطل عنده موهبه، بس الموهبه دي معاها عقل، معاها فكر، وده اللي مخليه متميز. وطبعا بنتمنى له كل التوفيق في احترافه بالتاكيد، برغم ان الزمالك مفتقده بشكل كبير جدا، ولكن احنا بنتمنى له بالتاكيد كل التوفيق في مسيرته الاحترافيه. زي ما قلت ان بطولة افريقيا لكرة السلة كانت البطولة الاهم لملوك الصالات في 2021، واللي كان فيه اهتمام كبير جدا من كل نجوم الزمالك انها تكون بتشارك في الاحتفال ده. هفكر حضراتكم بمداخلة هاتفية كانت مهمة جدا، خصوصا وانها من واحد من النجوم اللي ليهم مكانة خاصة مختلفة في قلوب كل الزملكاوية، واللي كان حابب يهني فريق السلة بعد فوزه ببطولة افريقيا ويشاركنا ويشارك الفريق والجماهير الفرحة الكبيرة اللي كنا بنعيشها هنا في القناة واحنا بنحتفل مع النجوم، نجوم فريق السلة اللي ان شاء الله يرجعوا لمسارهم الصحيح بالبطولة الافريقية. حازم امام طبعا الاسطوره، حازم امام العظيم يعني، خاص برنامجنا بتهنئه ملوك السله. خلينا نشوف كابتن حازم امام الاسطوره العظيمه على مر التاريخ قال ايه عن الانجاز ده، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. عامله لك مفاجاه عظيمه النهارده، انا قلت ان ده يوم استثنائي في قناه نادي الزمالك، فاحنا جايبين لكم رموز واساطير، وده هتشوفوه خلال الحلقه يعني، رموز واساطير ونجوم احنا بجد طول الوقت بنبقى فخورين بيهم زي ما احنا فخورين بيكم دلوقتي. فجايبه لك اسطوره من اساطير نادي الزمالك، جايبه لك اسطوره عظيمه جدا جدا جدا، احنا في كل مكان وفي كل محفل ما بنقصرش ابدا ان احنا نبقى بنفتخر بيه ونقول احنا عندنا حازم امام الكبير طبعا بينتمي لنادي الزمالك، منور الدنيا يا كابتن حازم. يعني يا ربنا يبارك لك وبشكرك على المقدمه الرائعه ودايما متالقه. انا اللي بشكرك يا كابتن. اسطوره واخت اسطوره وبنت اسطوره، يعني الكباتن الكبار ربنا يخليك. مهاب الف مبروك يا مهاب، ودايما يعني تفرحنا وفجاه حاجه جميله جدا جدا، واسبوعين عدوا علينا كلنا مبسوطين بيكوا ازاي، بس يعني حاجه رائعه. والماتش الفاينل كلكم كنتوا هايلين، وما تتخيلش الواحد وهو بيتفرج كجمهور بيبقى مبسوط ازاي بيكوا، وعنده متعلق بيكوا ازاي، وعنده امل كبير قوي في جدعانتكوا وفي رجولتكوا. حاجه مشرفه جدا يا مهاب انت وزمايلك كلهم، والف مبروك ورافعين راسنا دايما يا حبيبي، وربنا يوفقك في امريكا يا رب ان شاء الله وكسر الدنيا ان شاء الله. الله يبارك فيك يا كابتن حازم، طبعا لا الشرف ان انا كنت مع حضرتك، ويعني انا عايز اقول حاجه في نادي الزمالك، يعني حضرتك انت الاسطوره بتاعتي، انا بتفرج عليك من وانا صغير في كره القدم، يعني شرف ليا ان انا كنت مع حضرتك انت اللي هتبقى اسطوره. الله يبارك فيك، شكرا، ربنا يخليك، ربنا يوفقك، ربنا يخليك، شكرا. تحتك في امريكا وتلعب في الام بي اي بقى وكسر الدنيا، ويبقى انت باذن الله كده يعني حاجه كبيره لمصر باذن الله، ويبقى اول مصري كده يلعب من الزمالك او من مصر كلها ان شاء الله باذن الله في الام بي اي. مبروك والله. وبجد والله العظيم انت الماتش الاخير ده الواحد
على اعصابه، بس كنت متاكد ان انتوا هتكسبوا الحمد لله. كنت حاسس زينا يا كابتن حازم كده برغم ان الاتحاد المصري عالي ب 12 بوينت، بس كنت حاسس زينا كده انه لا بس الزمالك هيكسب. الثاني والثالث والرابع الديفنس بتاعنا قوي جدا الحمد لله. كتير قوي خدنا ريباوند، كتير قوي قطعنا كوره في نص الملعب، وكتير الثلاثيات الكتير اللي مع بعض اللي ورا بعض اللي بيتي جابهم ورا بعض مع الديفنس كويس، كل كوره بتاخدها وترجع تحطها انت لا يعني بصراحه الشوط الثالث والرابع كان جامد جدا جدا، وده اللي عمل الفرق. احنا احسن حاجه فينا الديفنس، كان ماتش كويس قوي في الديفنس بالذات الفتره الاخيره الكوارتر الاخير، وده اللي فرق معانا يعني الحمد لله. فرق تحس التركيز قوي جدا، الناس بتلعب بقلبها، بتلعب انها في نفسها ان الكوره ما تخشش. شفت كام ريباوند في الاخر، احنا كوره بتطلع كام واحد بينط وياخدها وينزل يبتدي الهجمه، حاجة كانت عظمة، المباراة كانت عظمة. بس خليني اسألك يا كابتن حازم، كنت حاسس من بداية البطولة ان الزمالك هياخد البطولة؟ بصي انا اول مرة نشوف البطولة دي يعني لايف طبعا من خلال اون سبورت عمل البطولة لايف، فاحنا مش عارفين الدنيا ماشية ازاي يعني، عارفة مش فاهمين الفرق مين كويس مين وحش، بس لما بتشوف الزمالك كل ماتش دب يكسب واحد التاني ابتدى لما عملنا تأهلنا ابتدى الامل يزيد جدا، وبعدين لما شفت الفرق كلها حسيت ان مفيش حد اعلى منك، مفيش حد جامد قوي يعني. من ستير كويس طبعا، بس احنا لو فايقين بنبقى جامدين جدا. فعارفه لما الماتشات في الاول بصراحه كنت قلقان طبعا جدا، ان انا برضو مش بروفيشنال قوي في الباسكت، وبعدين يقول لك بيشفع على الام بي اي، فانت مش فاهمه الليفل عامل ازاي، الدنيا ماشيه ازاي، البطوله ازاي بقى شكلها ايه. صحيح صح. لما الماتش الثاني الثالث حسيت لا احنا عندنا الحمد لله فرقه كويسه قوي ولاعيبه جامده جدا، وفرق البان فرق في ماتش الفاينل يعني، انت عملت وصلت ساعات ل 12 فرق و10 وفي الاخر يعني خلصت فرق مريح جدا جدا. صحيح. وده مجهود صعب على فكره، في ناس بتفكر بتشوف البطوله سهله، لكن ده اكيد ان الناس دي بتستعد كويس وبتضحي. انا سمعت مهاب دلوقتي بيقول لك بنتمرن صبح وبعد الدور، الناس بتشوف اللقطه الاخيره لكن ما بتشوفش استعدادك بقى عامل ازاي. المجهود والمرحله طبعاً. والظروف المحيطه واي مشاكل الناس شايفه اللي على الوش بس. صحيح. صحيح. تضحيات اللعيبه دي ما بتسهرش وتاكل ازاي ومقللها اكلها، ممكن يبقى اوتيل وحش، ممكن ترانسبورتيشن وحش. صحيح. وهنا في مصر ممكن يبقى عنده ظروف، لكن كل ده هو شايله من دماغه تماما انه عنده هدف مهم، هي بطوله ام بي اي او بطوله بيشفع عليها الام بي اي او بطوله بالشكل ده او بطوله فرقه مصريه بره او بره مصر ياخدها بطوله افريقيا. يعني تاريخ بيتكتب للعيبه دي، واللي طبعا واسم نادي الزمالك ان هو دايما يبقى اول نادي بياخد بطوله افريقيا بره مصر، حاجات كثيره يعني بصراحه اللعيبه دي عملتها، وكلهم كل التحيه والتقدير ليهم والله بجد. انا بتكلم وانا مبسوط جدا وفرحان جدا، وانا بتفرج على الماتش وجبت بناتي يتفرجوا معايا عليه، لان هم لو مش فاهمين ايه وايه اللي باسكت فجاه والزمالك لابس ابيض لا ازرق ليه مش بيلبس ابيض. بالظبط. هو عشان تشرح لهم بس الحمد لله يعني. الحمد لله. يعني يا كابتن نورتنا وشرفتنا، وانا قلت لك انت اسطوره احنا بنفتخر بيها طول الوقت. بشكرك يا كابتن حازم. بشكرك علينا ايرا ومهاب، الف مبروك يا حبيبي. ربنا يبارك فيك. شكرا كابتن حازم. وحياتي لكل زمايلك الابطال يعني. شكرا ربنا يخليك. شكرا جزيلا. اشكرك يا كابتن، اشكرك. ايه رايك في المفاجاه دي؟ طبعا مفاجأة. انا كل واحد فيكم حضر له مفاجاه. طبعا مفاجاه يعني، يعني هو اسطوره ان انا بتفرج عليه من وانا صغير بصراحه، كره القدم طبعا متابعها كل يوم يعني. فطبعا بتفرج عليه من وانا صغير وبسط انا لما كنت اشوفه بيلعب يعني. اكيد اكيد. زي ما قلت اساطير وولاد الزمالك هتلاقيهم اسره واحده، هتلاقيهم دايما بيحاولوا ان هم في الافراح يهنوا بعض ويساندوا بعض، ولما البطوله بتبقى صعبه بتلاقيهم بيتواصلوا مع بعض وبيكلموا بعض في التليفون، واللي هو لا شدوا حيلكم واحنا وراكم واحنا بندعمكم. ومش بس بيبقوا موجودين في الافراح، لا كمان لو عايز تعرف ولاد الزمالك بجد تعالى وقت الازمات واتفرج عليهم، اتفرج عليهم في كل المواقف قد ايه ممكن يقفوا جنب النادي، قد ايه ممكن يساندوا بعض، يساندوا الفرق. يعني بجد لو عايز تعرف ولاد الزمالك مش بس تعالى اتفرج عليهم وهم بيباركوا وبيهنوا بعض في كل الافراح وكانهم، ويعني زي ما كان شيكابالا مثلا بيقول وكابتن حازم كان انا اللي كسبت البطوله، ده حقيقي. هو كل واحد بيحس انه مجرد ما صفاره الحكم بتخلص ومثلا الفرقه دي بيتم تتويجها ببطوله، فبتلاقي انه بجد كلنا مع بعض كده بنحس ان احنا اكننا في ارض الملعب وكاننا كلنا كسبنا البطوله دي. لكن فعلا كمان في وقت المحن بيكون ليهم ادوار
عظيمه جدا جدا جدا، ويا رب دايما متجمعين على الافراح، ويا رب دايما ايدينا في ايدين بعض في الازمات علشان خاطر كيان الزمالك اللي بجد ليه فضل علينا كلنا بالتاكيد. خلينا نخرج لفاصل ونرجع مره ثانيه في حلقتنا الخاصه والاستثنائيه لحصاد 2021. يشوط الكرة وعليه كرة هايلة، كرة هايلة. يا سلام على المهارات اللي تهدي العبارات. طلقة نارية نارية انطلقت مع الشباك الأهلاوية. ومن الحلقات المميزة واللي كان ليها رد فعل كبير جدا خلال 2021 أول حلقة في الموسم الجديد لبرنامج ملوك الصلاة، واللي كان فيها مداخلة تاريخية جمعت بين أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد الزملكاوية والمصرية والتونسي أسامة أبو غنمي نجم الترجي ومنتخب تونس لكرة اليد واللي احترف في صفوف الزمالك على سبيل الإعارة. كانت حلقة مهمة جدا وكان فيها حاجات كتير جميلة ومشوقة، ده غير خصوصيتها انها اول حلقة في الموسم اللي بنتمنى اننا نكون قدرنا نقدمه بشكل مرضي للجماهير الزملكاوية العاشقة لكل ما هو زملكاوي، مش اللي بتهتم بس بكرة القدم، لا بتهتم بكل الالعاب داخل نادي الزمالك. خلينا نشوف أسامة أبو غنمي وأحمد الأحمر قالوا لنا ايه في اول حلقة بعد عودة ملوك الصلاة. معايا ومنورني الابيض الذهبي الاحمر الناري منور الدنيا يا كابتن احمد. ربنا يخليك يا نيره، انت اللي منوره والف مبروك على البرنامج الجديد. حاسس بايه كده؟ عوده البرنامج بعد اذنك، ده كان ليه موسم قبل كده. طيب قول لي بيفرق معاكوا ازاي ان يكون في برنامج للالعاب الاخرى؟ يعني ده بتحسوا بايه؟ بيفرق معاكوا ازاي؟ اصل كل الناس بتتكلم في كره القدم، خلينا بقى نبين شويه العقد الخفيفه دي اللي عندنا. بتحس بايه لما يكون في برنامج للالعاب الاخرى؟ يعني شويه الموضوع بيختلف، ان هو الناس بتبقى بتحاول توصل لاخبار الالعاب الاخرى عن طريق مثلا يعني عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق مش عارف ايه، لكن لما بيبقى في البرنامج موجود لا طبعا الدنيا بتختلف كتير وكل اخبار الفريق بتبقى موجوده. الناس بتتساءل ده ما بيلعبش ليه، ده ما بيلعبش ليه، الناس مش عارفه الفريق عنده ايه، الكلام ده كله. فلا طبعا هو بيوصلنا بطريقه مباشره بصراحه بالجمهور، ودي حاجه الجمهور انا يعني انا لمستها في اخر فتره، ان هو لا هو محتاج حاجه زي كده، ان هو يعرف يعني يعرف كل الاخبار عن اللعيبه بتاعته. صحيح. وكل حاجه عنه. صحيح، خاصة بقى لما يبقى عندنا مصادر داخل الفرق دي مش قرايبنا خالص، بس بنعرف منهم شوية حصريات كده. بالظبط. طيب قول لي، انتوا كنا لسه بنتكلم على فكرة ان انتوا واخدين راحة يومين وعندكم كم من الاصابات كبير جدا نتيجة طبعا بطولات ورا بعضها شغالة، كمان تمرين اوليفر روي التمرين بتاعه شاق وجد جدا، فبالتالي انتوا مرهقين تعبانين من كم البطولات، وده طبيعي ان الراجل عايز يعلي الحمل البدني بالتأكيد علشان الموسم شغال. قول لي ايه الاصابات اللي عندكم؟ الناس عاملة ايه؟ الفريق عامل ايه؟ طمنا عليكم اكتر. يعني هو زي ما بتتكلمي، هو شوية احنا مش متعودين على الحمل العالي، لكن في نفس الوقت هو اللي شويه مش ضابط اللعيبه اللي هم يعني الحته بتاعت المنتخب، لان المعسكر بتاع المنتخب اللعيبه مثلا في عز ما بيبقى مثلا بيبقى في راحه، فبيجي بعد الراحه على طول يروح رايح المعسكر المنتخب حد واثنين يتمرن له حوالي 3 تمارين او 4 تمارين في يومين، فده بيزود عليهم الحمل اكتر. وده لو خدنا بالنا ان مثلا هتلاقي ان يحيى الدرع مثلا عنده اصابه في بطنه من تحت، عندك دودو عنده السمان على ما اظن او الخلفيه حاجه كده، اكرم تعبان، كان
في كمان اخر ماتشين قبل ما نسافر، الماتشين بتوع المنصوره كان خالد وليد وحازم، خالد وليد ركبته وحازم الانكل، وسام في الماتش بتاع البنك الاهلي بعد 10 دقائق يعني بالظبط بعد قبل 10 دقائق من الشوط الاول ما يخلص، الخلفيه الاصابه القديمه اللي عنده رجعت شدت تاني فلسه مش عارفين اذا كانت شد او مس. محمد علاء برده حرارته عاليه. كنا الماتش يعني الماتشين فعليا احنا بنلعب ناقصين حوالي 7 لعيبه او 8 لعيبه. كتير، رقم كبير قوي، 7 لعيبه ومنهم 3 4 من القوام الاساسي او من التشكيل الاساسي. اكتر لا يعني هو من التشكيل الاساسي، لا بتتكلمي في 5 مثلا 6، ما فيش مركز دايره اصلا عندك 2 وسام وخالد وليد. رمضان لعب الماتشين وهو لسه ما اكتملش بالظبط رمضان، يعني رمضان كان متعور في السوبر جلوب، المفروض كان لسه ما يلعبش الماتشات دي، لكن هو لعب يعني المفروض شفائه كان المفروض 70-75%، كان لسه الماتشين دول كمان ما يلعبهمش ويلعب بعد التوقف، لكن ما فيش، ما عندناش دواير، حتى صعدنا محمد طارق من تحت وياسين دول دواير من 2002 لعبوا معانا ومع رمضان. فلا هي شويه كان في ازمه في الماتشين، لكن الحمد لله صحيح. الحمد لله صحيح. يعني جايبين لك لقطه على الشاشه، الناس مش مصدقه دايما لما بيطلبوا منك تيشرتات، الناس مش مصدقه انه كم التيشرتات اللي مقطوعه، انت ما بتخرجش من الماتش تقريبا ما فيش تيشرت مش مقطوع، انت ما زهقتش من القصه دي؟ والله الناس بتزعل مني، الناس بتفتكرني ان انا مش عايز اطلع حاجه او بتاع، انا بحس ان انت نازل اصلا بالتيشرت مقطوع. والله لا، في تيشرتات بخياطها فعلا، لان كان في ازمه، انت مش هينفع تلبسي اي حاجه، ولما بتتعاقدي مع حد في ظروف صعبه زي الظروف بتاعت الفتره اللي فاتت، يعني النادي انا عرفت الحمد لله ان هو اتعاقد مع شركه جديده لاحلام الفرق الالعاب كلها، لكن في الظروف اللي قبلها كان ما فيش فعليا، يعني بقالنا بتاع سنتين احنا اللي بنعمل اللبس، فما كانش في حد بيعمل حاجه فعلا، وكان الموضوع صعب، فان انت اما بتتعاقدي مع حاجه لا ثانيه واحده، يعني انتوا اللي بتعملوا اللبس على حسابكم؟ لا مش على حسابنا، النادي هو اللي بيدفع، لكن اللبس والديزاين وكل حاجه لا احنا، يعني احنا بنعمل، احنا اللي بنقرر الدنيا تكون عامله ازاي، مش عشان حاجه، عشان هو اوريدي ما فيش حد يعني بيلبس النادي كله، يعني مثلا الشركه اللي كانت مع كره القدم لا ما بتلبسش اللي هنقوله بقى الاعاده. ايوه بالظبط. طيب احنا اولادنا او كباتنا او ناس كتير جدا عندنا عاملين انجازات محترمه برضو في تونس، يعني عندك مثلا كابتن باسم السبكي قدر ان هو يفوز بالدوري مع الترجي التونسي، وكمان هيلعب على نهائي الكاس، وعندنا برضو واحد من افراد فريق الترجي اسامه ابو غنمي برضو واحد من الناس اللي هم كانوا بيحترفوا او بيجوا اعاره مع الزمالك، وانا عارفه ان بتربطك بيه علاقه حلوه، يعني هو باركوس وكل الناس اللي كانوا بيجوا معاكم، ما تقول الو كده. الو، ازيك يا حمرا حبيبي يا اوسط، اخبارك؟ طبعا معانا على التليفون كابتن اسامه ابو غنمي نجم المنتخب التونسي ونجم الترجي التونسي اللي ياما يعني جه اعارات مع الزمالك في البطولات. منور الدنيا يا كابتن اسامه. الله يخليك، منوره بيك ومنوره بنجم مصر، بنجم مصر احمد. ان شاء الله دايما متالق، ونحب نبارك له على السوبر الافريقي والمستوى الكبير اللي لعبوا به في بطوله العالم للانديه. الحقيقه شرف كبير للعرب والكره اليد العربيه والافريقيه، المستوى اللي ظهر به فريق الزمالك، وديما يخلي يخلي الباره عاليه، اللي لازم ديما الناس تطمح، اللي ان شاء الله يا رب ديما في المستوى هذا نكونوا متواجدين ومتالقين في المحافل الدوليه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن اسامه، انا وانا بقدم حضرتك بقول ولادنا، لان انت حضرتك وباركوس كنتوا بتيجوا تحترفوا معانا، فاحنا بنقول عليكم ولادنا خلاص. لما اتفرجت على مباراه السوبر الافريقي وبتتفرج على الزمالك في كاس العالم للانديه، بتقعد تشجع الزمالك؟ بتبقى متحمس مع الزمالك؟ اكيد اكيد اكيد، ما في شك. اكيد انا الفتره اللي عشتها في الزمالك الحقيقه ما كنتش معناها في ولا يوم حسيت اني يعني غريب او جاي اعاره ولا مانيش معناها من العائله نتاع الفريق. لقيت كان ترحاب، لقيت كان يعني الكلمه الطيبه من كل الفريق، وعلى راسهم كابتن باسم السبكي واحمد الاحمر اللي يعني سهلوا لي المهمه معناها بدرجه كبيره. لقيت ترحاب كبير، عشت في عائله وعرفت
عرفت ناس في اعلى مستوى في ارقى مستوى في اخلاقيا وحتى رياضيا، وكان لي شرف اني نتوج معهم بالسوبر الافريقي. والحقيقه لليوم علاقتي بالفريق معني علاقه كبيره لليوم، معني ديما نتكلم انا واللعيبه دائما على اتصال باحمد ومعني بجل لعيبه الفريق، وهذيك اللي يبقى من كوره. وان شاء الله يا رب ليه لا تتعاد يعني مره ثانيه ان شاء الله نتواجدوا مع بعضنا فرد ملعب انا واحمد ان شاء الله. الجميل دايما في الفريق الاول لكره اليد بنادي الزمالك ان بجد بسهوله جدا تعرف تدخل وسطهم، بسهوله جدا لو انت جاي حتى على سبيل الاعاره لمده اسبوع او اسبوعين وهيتم الاستعانه بيك في بطوله او في كام مباراه، بتحس ان هم فعلا بيعرفوا يحتووا اللي بيجي عليهم جديد. يعني فعلا اي حد جه واحترف في صفوف نادي الزمالك على سبيل الاعاره، مش هقول لك بقى على الصفقات اللي بتيجي نادي الزمالك وبيدخلوا في الفريق بسهوله جدا والموضوع بيكون فيه اريحيه كبيره جدا، لا مش بس كده، حتى الناس اللي بتيجي على سبيل الاعاره بيبقى عندهم ذكريات حلوه جدا جدا مع الفريق الاول لكره اليد بنادي الزمالك، امثال اسامه بوغنمي وباركوس وناس كتيره كمان من الدوري المحلي. ولكن انا بكلمك عن ناس كمان اللي بتيجي من دول تانية، حقيقي بيبقوا فرحانين جدا وبتفضل علاقه طيبه بتربطهم مع كل افراد الفريق بشكل كبير جدا. لاحظنا الموضوع ده بشكل كبير جدا مع اسامه بوغنمي ومسعود باركوس طبعا نجم المنتخب الجزائري، حاجه عظيمه جدا جدا، وده مش جديد على كوماندوز اليد اللي بتجمعهم كل صفات البطل، وبالتاكيد منهم ان هم اي حد بيجي علشان يساعدهم او يكون متواجد معاهم في الفريق بيرحبوا بيه بشكل جميل جدا، ومش بس بيرحبوا بيه، بيكون مش عايز يمشي ويسيبهم بالتاكيد. الحقيقة كمان ان احنا لما حبينا ندور على اهم الحلقات المميزة في 2021 قابلتنا حيرة كبيرة جدا، وقابل طبعا فريق الاعداد حيرة كبيرة جدا، وده لان كل حلقة من حلقات برنامجنا لو مثلا لو ما كانتش مميزة بالكامل بيبقى فيها حاجة مهمة تستحق انك بجد تلقي الضوء عليها بشكل كبير، وطبعا ما كانش ينفع نعرض كل الحلقات، فبدأنا نختار. وكان من الحلقات المهمة دي أول ظهور للمدير الفني لفريق كرة اليد الإسباني أوليفر روي، اللي قدر يحقق موسم ممتاز جدا مع الكوماندوز واللي لسه مستنيين منه أكتر وأكتر. خلينا نشوف أوليفر روي قال إيه في أول ظهور ليه في قناة نادي الزمالك. منورني ومشرفني النهارده مستر أوليفر روي المدير الفني الاسباني اللي تولى مهمه طبعا الفريق الاول لكره اليد بنادي الزمالك، شخص جميل جدا، شخص مبسوط قوي في مصر، وده هيتكلم معانا فيه وبيتكلم انه قد ايه المصريين يعني بيساعدوه بشكل كبير جدا جدا. We so happy to be here today, really we so happy. We're very happy to have you with us. Okay. خلينا نبدأ بقى بالرحب بيك في البداية طبعا على قناة نادي الزمالك لأول مرة، وده شرف لينا بالتأكيد. Thank you very much. شكرا جزيلا. طيب عاوزين يعني نعرف الجماهير بحضرتك أكتر، قول لنا أهم الأندية اللي حضرتك دربتها قبل نادي الزمالك. قبل الحضور إلى الزمالك قضيت 11 عاما في برشلونة مع الفريق الأول، وكانت هذه هي أكبر خبراتي على هذا المستوى العالي، لأنني قررت أن أتوقف عن ممارسة كرة اليد عندما كان عمري 23 عاما، وقررت أن أصبح مدربا، ودربت فرق عديدة جدا، ودربت الفريق الثاني في برشلونة، ثم انتقلت إلى المستوى الاحترافي مع الفريق الأول لبرشلونة لمدة 11 عاما. إمتى وإزاي بدأت فكرة التدريب؟ كنت حارس مرمى. حراس المرمى لاعبين مختلفين، هم فريق داخل الفريق، يأخذون وقت طويل يوجهون اللاعبين، يتحدثون مع الفريق،
هناك العديد من حراس المرمى ينتهي بهم الحال إلى أن يكونوا مديرين فنيين مثل حمادة الروبي على سبيل المثال، كان حارس مرمى عظيم، وعندما ولهذا قررت أن أكون مديرا فنيا وأستمر في حارس المرمى. بالتأكيد بيكون هو الكوتش الثاني داخل الملعب، دي معروفة يعني طول الوقت طبعا. طيب ايه اهم الانديه اللي حضرتك دربتها؟ I spend I some matter team that I think that you will not know because they are not professional team in Barcelona. لا اعتقد انك ستعرفين كل الاسماء لانها فرق صغيره، ولكن ال 11 عاما الاخيره كانت في برشلونه ومع الفريق الاول وقضيت عامين مع الفريق الثاني لبرشلونة وفرق أخرى في إسبانيا، فرق صغيرة جدا قبل أن أنتقل إلى مرحلة أن أكون مدربا محترفا. أكيد. إيه أهم البطولات اللي أنت حصلت عليها وحضرتك مدرب وبتعتز بيها، بطولات قريبة من قلبك؟ Luckily من حسن حظي عندما قضيت كل هذا الوقت في برشلونة حصلت على كل البطولات التي يمكن لأي أحد أن يحصل عليها في أوروبا، الدوري، الكأس، كأس السوبر، ودوري أبطال أوروبا لكرة اليد مرتين كمساعد للمدرب، وأيضا كأس السوبر الأوروبي مرتين أو ثلاثة. وأنا محظوظ جدا أنني قضيت هذا الوقت. احنا اكيد كمان محظوظين بحضرتك جدا وانك بتتولى مهمة نادي الزمالك. بالتأكيد قبل ما نروح لنادي الزمالك وفريق نادي الزمالك والكلام عليه، عايزة اسأل حضرتك عن حاسس بايه في مصر؟ يعني شوية الحياة يعني الاسبان والمصريين قريبين بعض من بعض شوية في الثقافة والطريقة وحاجات كتير، يمكن الاسبان شبه المصريين في حاجات كتير. ايه انطباعك عن المصريين؟ ايه انطباعك عن الحياة في مصر في الفترة اللي تواجدت فيها في مصر؟ وجيت مصر قبل كده ولا لا؟ I think we are very close because we like نعم نحن قريبون من بعضنا البعض. نحن في اسبانيا ومصر نحب ان نستمتع بالحياة، وهذا ما وجدته في مصر عندما وجدت أن الناس سعيدة جدا، وأعتقد أننا في هذا السياق نحن قريبين من بعضنا البعض جدا، والناس هنا لطفاء، نحب أن نقضي وقتا كثيرا في خارج البيوت. من الصعب أن نتواجد في البيوت دائما، بالتأكيد الناس تقضي وقت كبير سواء في إسبانيا أو هنا في مصر في الشارع. وأعتقد أننا فعلا متشابهين بشكل كبير جدا. خلينا نرجع لفكرة باراندو. سألت باراندو بما أنه نفس جنسيتك بالتأكيد قبل ما تتولى مهمة نادي الزمالك، ولا أنتم مش بتربطكوا علاقة؟ تحدثت معه أول مرة أتيت إلى هنا، ولكنه كان مع المنتخب الوطني وكان مشغولا، وأنا أراه لوقت قليل جدا بعد عودته، رأيته بعد لوقت قليل بعد عودته من الأولمبياد، وتحدثنا عن الزمالك، وسأتحدث معه عن الزمالك وهو سيعود من الأجازة وسأتحدث معه بالتأكيد. رؤيتك لفريق كرة اليد بنادي الزمالك وتوليك طبعا المهمة الفنية للفريق، موجود طبعا اللعيبة اللي ما كانوش متواجدين مع المنتخب واللعيبة الدوليين، من خلال رؤيتك للتوليفة ككاملة أو الفريق كامل، شايف انهم قد ايه، يعني شايف انه فريق عامل ازاي، البدايل عنده عامله ازاي، الاوراق الرابحه عامله ازاي، شايفه فريق بيعتمد على الفرديه ولا عندهم فكره اللعب الجماعي، عندهم اوراق رابحه كتير، بدايل كتير، شفتهم ازاي؟ I think that luckily for me as a coach من حسن حظي كمدير فني ان لدي 20 لاعبا، فلدي اختيارات كثيرة، لدينا ضاربين، لدينا مساكين،
لدينا ما نريد أن نصل إليها إليه هو أن يكون اللاعبين قادرين على اللعب في الدفاع وفي الهجوم. ولا أريد أن أغير أكثر من لاعب واحد، أما تغيير أكثر من لاعب فسنلعب بطريقة سريعة جدا. أريد أن أستثمر لاعبية ليكونوا قادرين في الدفاع وقادرين على اللعب بشكل جيد جدا في الهجوم. سنحاول أن نطبق هذه السرعات، بدأناها بالأمس واستكملناها اليوم. إذا أردت أن تكون معي في الفريق، هذا ما قلته للاعبين، إذا أردت أن تكون معي في الفريق عليك أن تكون قويا في الدفاع وقويا في الهجوم. ولا أعتقد أن هذه مشكلة في منظومة اللعب أو الأداء، ولكن أنا أرى أن كل اللاعبين يريدون أن يكونوا موجودين في التشكيلة وحريصين على التواجد ويريدون أن يكونوا معي في هذا الفريق. أكيد. الزمالك تعاقد مع 3 صفقات جديدة، وطبعا بالإضافة لحضرتك بالتأكيد، إضافة مهمة جدا، ولكن عندنا 3 صفقات تم التعاقد معاهم، اللي هم سيف الدرع، كريم هنداوي، مودي. ال3 صفقات دول انضموا حديثا لنادي الزمالك الموسم ده، شايفهم قد ايه هيأثروا مع فريق الزمالك، او قد ايه هيكونوا إضافة لفريق الزمالك؟ كريم كريم أظهر في الأولمبياد أنه بالتأكيد سيساعدنا كثيرا كحارس مرمى عظيم، لديه خبرة في اللعب في أوروبا، وهو كان يلعب في هذه البطولة الدولية الكبيرة في الأولمبياد. نحن سعداء بوجود كريم معنا. أما مودي أيضا فهو مدافع، في مدافع وسط، هو مدافع رائع لديه خبرات عظيمة جدا، وهو ربما يكون قوي في الهجوم أكثر من الدفاع، ولكنه سيساعدنا أيضا. سيف الدرع لاعب رائع صغير السن وسيساعدنا، لم يلعب كثيرا هذا صحيح، ولكن أنا سأظهر للجميع أن سيف الدرع قادر على اللعب دائما. كل هؤلاء الثلاثة بالإضافة إلى الفريق سيساعدوننا جميعا. أوليفر روي من المديرين الفنيين اللي بجد على مستوى عالي. بتعرف ده منين؟ بتعرف ده، أنا قلت الكلام ده بدل مرة ألف، ممكن أي مدرب يقدر أنه يعمل وحدة تدريبية، ولكن المدير الفني بجد هو الكوتش. ال60 دقيقة، يا ترى لما نبقى خسرانين هيكون تصرفه إزاي؟ يا ترى لما نكون بنلعب تحت ضغط هيكون تصرفه إزاي؟ هو ده بجد اللي بيبين المدير الفني التقيل زي ما بنقول كده بلغة الرياضة من المدير الفني العادي أو المعقول، اللي هو يتناسب مع فريق الزمالك، اللي هم أوريدي عندهم بدايل كتير وأوراق رابحة كتير، وأوريدي فريق في حتة لوحده. أوليفر روي كان أول اختبار للسوبر الأفريقي، كان اختبار صعب جدا لأنه كان تقريبا ما بقالوش شهر مع الفريق، والمحترفين اللعيبة الدولية جم من المنتخب بعد الأولمبياد متأخر، فمن يعني معرفش يعني يدربهم وقت أطول أو يكونوا معاه وقت أطول. ولكن في أول اختبار حقيقي ليه في مباراة السوبر الأفريقي هو أثبت أنه مدير فني على مستوى عالي. ناس كتير انتقدته، ولكن العبرة بالنتائج، العبرة بالنهايات، العبرة بأننا كنا خسرانين فرق 3 و4 ورجعنا من جديد. ده مش جهاز فني لوحده ولا لعيبة لوحدهم، هي الاتنين مع بعض قدروا انهم يعملوا ده. صحيح لعيبة الزمالك، انا دايما بقول في كرة اليد او الفريق الاول لكرة اليد كوماندوز اليد هم في حتة لوحدهم بالتأكيد، ولكن هو برضو مدير فني قدر يتصرف تحت ضغط، قدر يغير مجريات المباراة، قدر ان هو يعمل ريمونتادا بفرقته والبدايل والروتيشن، ويقدر ان هو يفوز بالمباراة ويفوز بالسوبر الافريقي. خلال سنة 2021 فريق يد الزمالك قدر يستعيد الحارس العملاق لكرة اليد المصرية كريم هنداوي، وطبعا الأخطبوط كان ليه دور كبير جدا جدا في بطولات الكوماندوز في 2021، وبالتأكيد ظهور الأخطبوط على شاشة الزمالك كان من الحلقات المميزة والخاصة جدا بالنسبة لي، خصوصا وان هنداوي واحد من النجوم اللي ليهم شعبية كبيرة عند جماهير كرة اليد المصرية. خلينا نفتكر مع بعض أهم تصريحاته خلال الحلقة، بعدين نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض حلقتنا الخاصة والاستثنائية عن 2021.
زي ما قلت لحضراتكم الحلقة النهاردة هتكون من أهم الحلقات في مسيرتي، لأني معايا واحد من حراس المرمى العظماء جدا على مر التاريخ. يعني لما هتعد حراس المرمى على مر التاريخ في كرة اليد لازم هتقول كريم هنداوي بالتأكيد، اللي منورني وشرفني النهاردة ونموذج عظيم زي ما كنت بقول قبل الفاصل لكل حاجة حلوة، الاحترام والأخلاق والتدين كل حاجة جميلة أكيد هتلاقيها في نموذج محترم زي كريم هنداوي نجم حراسة مرمى منتخب مصر نادي الزمالك. منور الدنيا. ربنا يخليك يا نجم، جدا جدا على الكلام ده، ويعني الواحد ما يستاهلش الكلام ده والله. لا لا تستاهلوا أكتر بالتأكيد، وأنا سعيدة جدا على إنك وافقت على الدعوة وإنك نورتنا في القناة. أنا متشرف إن أنا موجود في قناة نادي الزمالك ومعاكي طبعا بالأخص. ربنا يخليك جدا جدا يعني. ربنا يخليك. يعني أنا الطبيعي إني أبدأ معاك من السوبر، بس أنا عايزة أبدأ معاك من قبل كده شوية. التعاقد جه ازاي وخد وقت قد ايه؟ مين اللي اتكلم معاك؟ والدنيا كانت سهله ولا فيها بعض العقبات؟ احكي لي اكتر. يعني الحمد لله طبعا انا مبسوط جدا ان انا رجعت الحمد لله نادي الزمالك. ما كنتش خالص مخطط لرجوعي دلوقتي. كان عندي لسه عقد مع في مقدونيا وفارم، كنت مبسوط جدا في الفرقه الحمد لله، وهم عندهم مشروع بروجكت مكمل يعني. بس يعني اللي حصل بعد ما خلصنا الدوري في شهر حوالي 6، اول حد كلمني خالص يعني هو مؤخرا يعني قبليها يعني بنتكلم من اول شهر 6، كابتن حسن يوسف كلمني سالني الاول انت ايه رايك. فبعديها برده كابتن خالد فتحي كلمني برده قال لي ايه رايك. فهو كان ردي الوحيد هو انا ما عنديش راي، يعني الموضوع ما فيهوش راي او افكر، هو انا موجود معاكم وبس نشوف ايه اللي هيحصل ايه اللي هيتم، ف يعني هنخلص الموضوع ازاي. هو ده كان ردي يعني. ما كانش فيه ان انا مثلا افكر او انا، لان يعني ده واجبي ان انا يعني ادي حاجه لنادي الزمالك فعلا. صحيح. حقيقي، خاصه ان انا السنه اللي قبليها يعني مش عايز اخش، يعني حصل لي شويه مشاكل مع فريق كونستانتا في السنه الثانيه. لا كونستانتا روماني يعني اول سنتين. أوكي. في تركيا وكانت الحمد لله كويس، كنت اروح كمان كذا حتى، بس بعديها رحت كونستانتا في رومانيا. بعد السنه الاولانيه بعد كده كورونا وحصل مشاكل شويه وما اتفقناش وما عجبنيش الوضع يعني. وانا عارفه ان دي كانت مرحله صعبه جدا. حقيقي فعلا، فما عجبنيش الوضع خالص، فاخدت قرار ان انا افسخ عقدي، وقررت ان انا مش هرجع نادي تاني، لان ما عجبنيش حاجات في اسلوب التعامل، وقررت ان انا مش هينفع ارجع. وكان عندنا ساعتها قبل كاس العالم بحوالي 7-8 شهور، فكنت ما كانش في نادي، لان كان الوقت 7-8 شهور تقريبا من غير نادي. كان في شهر 7، والكلام ده ممكن ما حدش كتير قوي بس انا حابب اقوله يعني. فمن شهر 7 لحد شهر 12 ما كانش في نادي يعني، جه كذا حاجه لكن ما حبيتش ان انا اروح حته، مش ما حسيتش ان انا ممكن اكون هضيف لها او هي هتضيف لي. استنيت فتره انتقاليه جديده في 7 يعني. بالظبط. وفي 7-8 شهور دول كان في كلام ان انا كنت هرجع نادي الزمالك، وده كان فعلا حقيقي، وانا كنت بتمرن مع الفرقه فعلا كل الفتره ما عدا وقت الماتشات، كنت بحب ان انا ما ابقاش موجود عشان خاطر الفرقه نفسها تركز، وكان يعني يبقى التمرين على الماتشات. لكن في طول الفتره بتاعت التوقف بتاعت غير المنتخب كلنا كان عندنا ساعتها معسكر منتخب، كنت بتمرن مع الزمالك فكان في كلام ان انا خلاص كنت المفروض هرجع نادي الزمالك. لكن كانت المشكله الوحيده كان الزمالك كان جاب 2 دوليين، وكان كل سنه ليك 2 دوليين بس بيبقى موجودين في القايمه. من قبل ما تحصل لك اصلا المشكله دي، لا حصل المشكله وانا كنت يعني هروح هرجع هستنى نادي، كنت هروح في اوروبا بعد كده. كان كابتن حسين زكي وكابتن حسن يسري كلموا معايا ان انا خلاص انا هبقى موجود في الفرقه، وكان خلاص كل حاجه ما فيهاش اي مشكله. لكن ان هي كانت المشكله الوحيده ان انا الاثنين الدوليين، لان كان ساعتها خالد وليد جه، وساعتها كان خالد وليد وهقول لك وبكار مظبوط. خالد وليد وبكار عاش نفس المشكله بتاعتك على مزبوط. فكره بالزبط. مع النادي الاهلي، وحصل انه قعد كام شهر برضه بيلعبش متالق في بطوله افريقيا ما شاء الله. بالظبط. فحصل في خالد وليد وبكار الاتحاد ده القانون اللي كان عامله، وما كانش ينفع يعمل استثناء طبعا، لان ده لا في اللوائح. يعني حاولت شويه ان يبقى في اي استثناء، لكن فعلا يعني القرار كان واضح، كان صعب يعني، ان انت بتطبق قانون وما ينفعش يعني. قعدت 7-8 شهور كان بتمرن مع نادي الزمالك،
فكنت حابب ان انا يعني اقل حاجه لما انا اكون كنت ناوي ارجع او مصر او كان الفتره دي وكان الزمالك فتح لي الباب بتاعه. حسيت ان انا في وقت ان هو لما الزمالك نادي الزمالك اتكلم معايا ان انا ارجع ما حاولتش افكر يعني، لان انا كان في الوقت ان هو ان انا ممكن ارجع في حته اروح في حته، إن كان اول نادي كان قال لي اتفضل خليك موجود. فحسيت ان انا ما ينفعش ان انا في الوقت ده، ان انا الحمد لله ما كانش عندي خالص بلان ان انا ارجع دلوقتي خالص، كان عندي بلان ان انا اقعد لي اكمل الحمد لله. كان يعني كنت ماشي كويس ونادي المقدوني كمان كان نادي كويس وكانت خطوه كويسه وبنلعب في كاس الاتحاد الاوروبي وكان ممكن السنه الجايه اروح حته ثانيه، لكن يعني فضلت شويه ان انا افكر في حاجه زي كده وحبيت ان انا اكون موجود. وجالي فعلا يعني في بعد 6-7 شهور جالي يورو فورم قبلها قبل ما كاس العالم بيومين ثلاثه، ويعني مضيت قبل كاس العالم بيومين ثلاثه الحمد لله لعبنا كويس في كاس العالم، وحسيت الحمد لله ان القرار اللي اخدته ان انا ما اقعدش يعني ما اروحش اي نادي او ما كملش في رومانيا ده كان كنت حاسس ان هو ده طبعاً. قرار يعني الحمد لله من عند ربنا يعني كان صح، لان كنت حاسس ان انا مش هبقى مبسوط وكان ممكن ياثر عليا جدا في كاس العالم في مصر، وده كان بالنسبه لي اهم من اي حاجه. ناس المحترفه المحترمه اللي زيك انت نموذج رياضي محترم، انه انا حتى لو قابلتني عقبه زي اني مش متواجد مع نادي لا انا بتدرب وبعمل اللي عليا، وظهرت بالمستوى المحترم ده في كاس العالم والمستوى الاروع في الاولمبياد ما شاء الله الحمد لله. طيب تعالى بقى نروح لمباراة، هنروح للأولمبياد عشان دي ما شاء الله عملت فيها بطولة محترمة جدا، لكن خلينا نروح لمباراة السوبر. إيه الدنيا كانت عاملة إزاي؟ الكواليس عاملة إزاي؟ أنتوا وأنتوا داخلين المباراة يعني قبلها بيوم كانت ناس كتير تقول لك والله لا الزمالك يعني، وده جزء من الاطمئنان حضرتك يا فندم إنه لا الزمالك هيكسب 4-5 مستريح، احنا لقينا ان احداث المباراه كانت مختلفه تماما، ايه اللي حصل في المباراه؟ لا هو هي اي مباراه بتبقى نهائي بتبقى صعبه جدا لان انت ما عندكش تعويض، هو الماتش ده بيكون يعتبر الفاينل يعني صحيح، فما فيش اي تعويض، فانت بتبقى قلقان تخسر ايا كان اي انت هتلعب مين ايا كان المنافس، لكن انت بتلعب النادي الاهلي فرقه محترمه طبعا. منتخب هم محضرين كويس لاعبين بطوله وكسبانينها، فطبعا كنا مركزين جدا وكنا بنحاول نلم بعض في وقت يعتبر قصير، لان احنا كنا اتمرنا مع بعض حوالي ممكن 10-11 يوم بالظبط، التوليين بكله بعد الراحه وكل حاجه بالظبط، فكان صعب جدا ان احنا نتلم في الوقت زي ده. لعبنا ماتشين وديين، احنا معانا بعض اللقطات من تالقك طبعا في المباراه يعني هجوان كان قلبنا بيروح كده، وهي يعني مثلا كوره زي بتاعه احمد عادل وهو داخل دي كوره فاصله جدا في المباراه، وضربه الجزاء طبعا مع اسلام حسن. والله الحمد لله طبعا هي كانت يعني في توفيق من عند ربنا الحمد لله في اخر ربع ساعه، وهو كابتن حماده الروبي هو ما بين حتى يعني هو اصلا كابتن حماده الروبي برده كان في من ضمن المفاوضات بتاعه النادي في الزمالك اللي كان حصل كلام ان كان عندي شرط جزائي وكان يعني اتحملنا جزء وحاجات كده حصل ده، لكن هو دخل في النص وحاول يصلح المواضيع لان هو علاقته بيا الحمد لله طول عمرها كويسه جدا طبعا. حماده واحد من ابناء نادي الزمالك المحترمين طبعا يعني هو حاجه يعني من زمان يعني هو انا بلعب معاه انا بتشرف، واللي انا كنت بلعب معاه في يوم من الايام هو دلوقتي مدرب طبعا، وهو على طول بينصحني بحاجات، والحمد لله جه بعد 10 دقائق بعد اول 10 دقائق ما كنتش موفق قال لي بص اقعد بقى كده ريح خد نفسك شرب ميه انا مش محتاج غير اخر فتره في الماتش. كورة متعة وإثارة ومنافسة وروح عالية جبارة، كلنا بنتلم حواليها نهتف ونردد أغانيها في التالتة يمين مع عبد الواحد السيد الأربعاء الساعة 9 مساء على قناة الزمالك. برنامج يرصد ذخيرة مدرسة الفن والهندسة من مواهب اليوم ونجوم الغد، ويغطي ويتابع نشاط ومباريات فرق الأمل في جميع الملاعب مع الكابتن طارق يحيى في ملعب الناشئين الثلاثاء الساعة 9 مساء على قناة الزمالك.
ومن ضمن برضو الإنجازات اللي عشناها مع ملوك الصالات فريق الطايرة اللي خلص الموسم بالفوز بكاس مصر، وكانت هدية الفريق للجماهير في 2021. طبعا البطولة جت بعد غياب، ولكن الكل اعتبرها نقطة بداية لعودة فريق الطايرة لمنصات التتويج والفوز بالبطولات. وعلشان نقدر نحقق ده الفريق ضم صفقتين مهمين جدا، كان لينا لقاء معاهم، خلينا نفتكر قالوا ايه عن طموحاتهم مع الفريق في الموسم الجديد. وشرفني النهاردة اثنين من الصفقات الجديدة للفريق الأول للكرة الطائرة اللي عايزين نتكلم معهم أكتر، نتكلم على كواليس اتمام الصفقات دي، عن فكرة انتمائهم لنادي الزمالك، كلام كتير جدا معاهم إن شاء الله. منورني وشرفني محمد مصطفى الشهير بلعبة، وأحمد عزمي نجمي الفريق الأول للكرة الطائرة المنضمين حديثا للفريق. خلينا نبدأ بالكبير سنا يا فندم، ماشي؟ ماشي، وعلي صوتك. منورني في البداية طبعا محمد مصطفى لعبة الشهير بلعبة، منور الدنيا. اهلا بيك. ولازم نرجع لبعض نعرف اللعبة دي جت منين، بس هروح ارحب بيه ويعلي صوته كده وبعدين ارجع لك مرة تانية. كمان منورني احمد عزمي الشهير بايه؟ هو عزمي. هو عزمي بس، هو مفيش عزمي حاجة تانية. طب خلاص منور الدنيا، علينا صوتنا اهو ما شاء الله. تمام زي الفل. انا مكان مين؟ لا خلاص بقى. طيب ماشي. طيب خلينا نرجع لمحمد مصطفى لعبة ونتكلم معاك الاول، مين اتكلم معاك في البداية؟ مين من الزمالك بدأ يتكلم معاك؟ المدير الفني كابتن حسن الحصري، حد تاني؟ الإدارة مين تواصل معاك؟ الموضوع خد وقت قد ايه؟ كلمنا اكتر عن اتمام الصفقة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول يعني هو بص، هو الموضوع ده كان طويل جدا يعني. هو كان في من نهايه السيزون اللي فات. كان كابتن محمد اللقاني هو اللي كان ماسك الفرقه في الزمالك وكلمني في الاول، بس كانت بصفه وديه يعني. قلت له طبعا انا برحب جدا ان انا ابقى موجود طبعا في نادي كبير زي نادي الزمالك. وما كانش عندي اي مشكله، بس هو الاتفاق مع النادي ان انا كان عقدي لسه ساري في النادي، في الاتحاد، في الاتحاد سكندري. بس فحصل تغيرات في الجهاز الفني وكده، وجاء كابتن حسن الحصري، وكنا احنا منضمين المنتخب، فكان بيتواصل معايا ان انا هل انا عندي مشكله او لا ان انا اروح نادي الزمالك او كده. فطبعا انا ما كانش عندي اي مشكله خالص. نادي الزمالك بالنسبه لي نادي كبير يعني، وجمهوره كبير جدا، وطبعا انا ما كنتش حاسس بالكلام دوت، ان انا ما كنتش كنت اول مره العب في الزمالك او ابقى موجود في الصفوف بتاعه الزمالك. بس حقيقه انا لامسها دلوقتي جدا يعني. بس الموضوع اخذ فتره طويله جدا. والاداره اتكلمت مع الرئيس محمد مصلحي في النادي، والموضوع اخذ وقت شويه، كان النادي كان عاوز فلوس وكده، ووصلوا لمبلغ معين يعني، وبتاع دوت في الاخر خالص بعد شهور يعني عدت تمت الصفقه يعني الحمد لله. طيب قول لي انت كنت حابب فكره انك تيجي لنادي الزمالك يعني، انت كنت عايز الصفقه دي تتم؟ طبعا. يعني اي حد هيبقى عايز يلعب في نادي زي نادي الزمالك هيبقى محتاج ان هو يسمع يروح بطولات، ياخد بطولات طبعا يعني. نادي الاتحاد طبعا نادي كبير ونادي عظيم وكل حاجه، لكن طبعا يعني ما بيكونش بيبقى فيه منافسه يعني شويه. فطبعا نادي الزمالك بيبقى على طول منافس في البطوله، واقرب للمنتخب واقرب لكل حاجه. صحيح صحيح. طيب نروح لاحمد عزمي، انت اصلا من ناشئين نادي الزمالك صح كده؟ طيب وطلعت سموحه وقول لي طلعت سنه سموحه كاعاره يعني؟ لا كان كنت رايح، كان عادك انت كان عادي، ورحت سموحه. مين بدا يتكلم معاك تاني في عودتك مره تانيه للزمالك؟ في نهايه الموسم بتاع سموحه كان كابتن محمد لقاني برضو اتكلم معايا وقال لي هنرجعك يعني عايزينك معانا الموسم الجاي ان شاء الله. وقلت له كنت طبعا انا مرحب جدا بالفكره، علشان اصلا ناشئين نادي الزمالك، فانا حابب اصلا النادي وانا متربي هنا، فانا كان هدف من اهدافي ان هو طالما طلعت لا انا هرجع تاني. عايز ترجع مره تانيه؟ طبعا عايز ارجع تاني. فركزت جدا اعمل موسم كويس، فعملت موسم كويس الحمد لله. كابتن محمد كلمني، وبعد كده كابتن محمد جه بعديه كابتن حسن. كلمني برده كابتن حسن قال لي عايزينك تنضم معانا الموسم الجاي. فطبعا كنت مرحب جدا بالفكره، بس هي الفكره كلها ان الموضوع كان بيقعد يطول يعني،
عشان النادي كان يكلمونا وبعد كده ما ينفعش والاجراءات تاخد وقت. صحيح. بعد كده يكلمونا تاني وبعد كده الموضوع ياخد وقت برضو، بس فهو الموضوع كان مذبذب بس شويه، بس الحمد لله يعني. انت طبعا في مركز ليبرو، ليبرو صح كده، ومحمد مصطفى مركز اربعه مظبوط صح كده. طيب خلينا نتكلم اكتر يا محمد، انت دخلت الفريق طبعا، انا الكلام اللي انتوا بتقولوه عجبني فيه جدا، فكره ان انا النهارده كان في كلام من الجهاز الفني القديم بقياده كابتن محمد اللقاني وان كابتن حسن الحصري، اصل في ناس تقول لك ايه بيبقى في عقده كده او حساسيه شويه، يقول لك لا اللي اتفق مع حد في الجهاز القديم لا انا مش هجيبه او مش هتكلم معاه، لا عشان ما يتقالش ان انا مثلا في حد كلمه قبلي وانا تميت. لا انا حاسه انه كابتن حسن الحصري ما اتعاملش مع الموضوع بالشكل ده، اتعامل ان انتوا فعلا عناصر الفريق محتاجها وكمل الكلام معاكوا، فدي حاجه تحترم جدا بالتاكيد لكابتن حسن الحصري. طبعا. كان لازم اكد عليها الاول قبل ما نكمل كلام. طيب خلينا نتكلم اكتر كابتن محمد، انت دخلت وسط الفرقه، شايف فريق الزمالك ناقصه ايه؟ يعني فريق الزمالك الموسم اللي فات قدر ان هو يكسب كل ماتشاته طوال الموسم، وجاي بس في مباراه الدوري امام النادي الاهلي برغم انه عنده عناصر حلوه قوي ولعيبه تقيله قوي في مراكزها، ولكن حصل انه كان في هزيمه بنتيجه 3 أصوات مقابل لا شيء في نهايه الدوري، والدوري فضل مستمر واتحسن في المباراة دي. لما دخلت وسط فريق الزمالك شايف فعلا فريق الزمالك ايه اللي ناقصه علشان يقدر يفوز بالدوري؟ والله هو مش ناقصه، بانك لاعب خبرة طبعا، عارفة انك مواليد 88 لاعب خبرة، فبتكلم معاك من المنطلق ده. لا هو مش ناقصه حاجة يعني، بس هو احنا محتاجين ثقافة الفوز، يعني اللي احنا نبقى فعلا قلبنا على قلب بعض، نبقى متعهدين كلنا ان احنا ناخد السنة دي بامر الدوري وكاس واي بطوله ان شاء الله نخش فيها. محتاج ان احنا يبقى نفسنا طويل شويه، ان المنافسين السنه دي اصعب كمان من السنه اللي فاتت. طبعا هو مش موضوع اهلي بس، لا ده في فرق كبيره وفي فرق كلها جايبه محترفين. صحيح. فالموضوع طبعا مش سهل، الموضوع مش اهلي وزمالك بس. لا في منافسين تانيين واقوياء كمان. بس احنا ان شاء الله يعني احنا نقدم منافسه وربنا يسهل يعني بامر الله يا رب ان شاء الله. طيب كابتن احمد عزمي ما شاء الله صوتنا عالي وبقى زي الفل اهو. امال ايه. طيب قول لي انت من خلال بقى وجودك في الفرقه، شايف نفس السؤال، شايف ايه اللي ناقص فريق الزمالك علشان يقدر يفوز بالبطولات الموسم ده، خاصه ان هم الموسم اللي فات عملوا موسم حلو قوي، كسبوا كل ماتشاتهم، ولكن في المباراه النهائيه امام النادي الاهلي ما حلفهمش الحظ رغم انهم كسبوا الاهلي 3-2 في الكاس وقدروا انه ياخد كاس مصر. تمام. شايف ايه اللي ناقص فريق الزمالك؟ هو مش ناقصه حاجه غير يعني زي ما الكابتن محمد قال، هو فكر. هو احنا ناقصنا فكر ان احنا ازاي نكسب، ازاي نبقى قلبنا على قلب بعض، ازاي نقدر نعدي لما هتنقع وقعه، ازاي نقدر نعدي بيها. عندك الموسم ده الفرق كلها قويه، يعني احنا ما عندناش فرقه او اتنين، ده احنا عندنا فرق كتيره قوي كله دعم وكله بيجيب محترفين وكله بيجيب كل حاجه. بس فاحنا مش ناقصنا، احنا كلاعيبه لعيبه هايله، لعيبه على اعلى على اعلى مستوى كل واحد فيهم. صحيح. مفيش واحد ما يعني ما يصلحش يلعب في نادي الزمالك، كلهم يصلحوا يلعبوا في نادي الزمالك. صحيح. فكلهم اسامي كبيره وكلهم لعيبه كبيره، وانا واثق في واحد فيهم ان احنا نقدر نعمل كل ده. هي فكر وثقافه فوز، ان احنا ازاي نقدر هل نكسب. هل الموضوع نفسي شويه؟ مش نفسي، بس هي بتبقى الضغط كتير كده، في فرق بتقدر تعدي ده، تمسك في بعض وتعدي ده على طول. زي ما دايما بقول على فريق الطايرة، فريق الطايرة من الفرق اللي اتحدت كل الظروف، اتحدت كل الصعوبات الموسم اللي فات، وقدروا ان هم يقولوا لا احنا كمان موجودين وسط بطولات وتتويجات ملوك الصالات، مش عايزين نخرج من الاحتفالية دي او من الموسم الاستثنائي اللي كان على ملوك الصالات ويقولوا لا بس الفولي ما خدش بطولة. اتحدوا كل الظروف واتحدوا كل الصعوبات وفرحونا بالتأكيد ببطولة كاس مصر، وعاملين موسم السنة دي ولا اروع من خلال فوزهم في جميع ماتشاتهم لحد دلوقتي، لعبوا تقريبا 6 أو 7 جولات لحد النهارده، وقادرين ان هم يفوزوا فيهم بنتيجه محترمه جدا جدا.
زي ما بنلقي الضوء على النجوم الحاليين للفريق، كان لينا في 2021 حلقه مهمه جدا جدا مع اتنين من اساطير كره الطايره الزملكاويه للسيدات. ولما بنقول بقى السيدات هتحس يعني الفرحه ماليه وشي. انا بحب العنصر النسائي وبحب دايما النماذج الناجحه في العنصر النسائي بالتاكيد. ولما تتكلم عن اساطير كره الطايره للسيدات اكيد هتفتكر الاختين مريم وفريده عصمت، طبعا فريده فرافيرو يعني، اللي كانوا شاهدين على العصر الذهبي لانجازات سيدات الكره الطايره بنادي الزمالك. تاريخ الزمالك كبير كبير جدا ومليان بالنجوم، وشرفنا عدد كبير جدا منهم، وان شاء الله لسه هيشرفونا في الموسم الجديد. ولكن الحلقه دي كانت مميزه جدا وكانت من الحلقات القريبه لقلبي بشكل كبير جدا، لانها ضمت نجمتين واسطورتين كبار حققوا بطولات كتيره جدا. خلينا نشوف من الحلقه الاستثنائيه الجميله القريبه لقلبي جدا اللي كانت مع الكباتن مريم وفريده عصمت، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الحلقه دي هتبقى من اقرب الحلقات لقلبي لان انا اتمنيت الحلقه دي. دول جيل ذهبي، بتتكلم عن كابتن مريم وكابتن فريده عصمت، يعني الناس دول جيل ذهبي، كنت بتمنى انه واحده منهم تكون معايا في حلقه. فتخيل لما الاثنين يبقوا معايا في حلقه، انا في قمه سعادتي بالتاكيد. خليني ارحب بكابتن مريم في البدايه، منورانا ومشرفانا، ويعني دي اول مره في قناه نادي الزمالك. ايوه ده انا ليا الشرف والله. لا لينا الشرف طبعا حبيبتي يا كابتن مريم. بيكي حبيبتي، ولينا الشرف نكون في قناه نادي الزمالك. وزي ما رحبنا بالامبراطوره كابتن مريم عصمت، بالتاكيد لازم نرحب بكابتن فريده عصمت والشهره طبعا اللي كانت اقوى على مر التاريخ فرافيرو، بالتاكيد منورانا يا كابتن فريده. ميرسي، انا سعيده جدا معاكي يا نيره. تاريخ كبير جدا وطويل جدا، ولما بنقول عليهم الجيل الذهبي ده مش من فراغ. الناس دي قعدوا ست سنين تقريبا بياخدوا بطوله الدوري والكاس، فالنهارده يعني ده انجاز محترم جدا بالتاكيد. خلينا نبدا بكابتن مريم ونرجع لورا قوي قوي بقى، نجيب الذكريات كده، نجيب من القديم قوي ونرجع للذكريات. وقولي لي بدايه حضرتك مع الكره الطايره جت ازاي؟ هي البدايه انا يعني زي ما تقولي كده اتولدت لقيت نفسي في نادي الزمالك. كلنا الاسره كلها زملكاويه، والاب والام والاخوات كلهم زملكاويه، فلقيت نفسي انا في نادي الزمالك. بلعب كل حاجه في نادي الزمالك. ما بطلعش من بلعب. كنت بلعب كره سله، وكنت بلعب العاب قوه، وكنت بلعب فولي. لغايه بقى البدايه الحقيقيه بقى لما شافني المدرب هاينز الالماني، كان في زياره نادي الزمالك، كان بيدرب منتخب مصر للانسات. وبعدين شافني فهو يعني قال عليا ويل بيلد، وعايز البنت دي تبقى في المنتخب. فاجتمعوا بقى كلهم قالوا لازم ايه مريم تلعب لعبه واحده، ما ينفعش التشتت اللي انا فيه ده. حضرتك وقتها كام سنه؟ عندي 15 سنه. احنا مش هنرجع بالتواريخ قوي، احنا بنتكلم عموما كده، ما حدش هيعرف سننا، احنا عموما كده. فقالوا ان يتركز عليا ان انا في لعبه الكره الطايره بس، او اركز فيها للانضمام للمنتخب. وفعلا بعد ثلاث شهور بس من الجمله بتاعت المدرب هاينز ضمني للمنتخب. وكان ساعتها يمكن احنا ما شاركناش لسه محليا، يعني كان فريق الزمالك لسه في طور التكوين يعني. فكانت طبعا حاجه كويسه ليا، وان انا انضم للمنتخب والعب اول ماتش ليا وانا في السن 15 سنه درجة أول. ايوه ما شاء الله. منتخب مصر الاول. وده بقى يعني صحيح انا ما لعبتش فيه غير نقطتين بس كده يعني، بس اداني اولويه ان انا ابقى اصغر كابتن لمنتخب مصر، ان انا بقيت كابتن منتخب مصر وانا عندي 19 سنه، لان الماتش بأقدميت يعني في أيوة في اللعب طبعا. يعني طبعا. انا محظوظه، بعتبر نفسي ان انا محظوظه جدا يعني، اللي انا او موهوبه يعني محظوظه ماشي، بس في موهبه بالتاكيد. وطبعا وكان يعني اللي بدين لي بالفضل طبعا غير قصه الكره الطايره كابتن محمد حسن حلمي، الاب طبعا الروحي لينا، اللي كان مهتم جدا جدا بفرقتنا ويدعمنا جدا، وكان انا ليا تشجيع خاص بصراحه. هو كمان كان دايما يقول الرياضه النسائيه في نادي الزمالك اتبنت على كتاف مريم عصمت. عشان احنا كنا تقريبا الفريق الوحيد
في نادي الزمالك الجماعي اللي بيكسب بطوله. ست سنين دوري وكاس ست سنين ما شاء الله. يعني فهو كان بيدينا دعم جامد جدا ومتابعنا دايما في كل حاجه وبيشجعنا، وده خلاني يعني كان بيجي لنا عروض كتير اللي احنا نلعب في انديه تانية، بس طبعا احنا ولاد نادي الزمالك طبعا ودايما لما بيكون في الدعم ده من الاداره لانه بيبقى شايف ان في فريق عامل حاله مختلفه. يعني دايما يعني على مر التاريخ دايما لما الاداره، وده مش عيب في الادارات والله احنا مش مظلومين، بس هو دايما لما بيحس انه في فريق لا عامل حاله فبيوجه الدعم لكن ما بيوجهش الدعم من البدايه. يعني لا صحيح احنا خليناهم يؤمنوا بينا. ايوه بالظبط بجد بالزبط. يعني احنا فعلا بذلنا مجهود، يعني كلنا كان عندنا الطموح ان احنا نوصل. صحيح وفعلا صحيح. هم احنا فعلا يعني احنا فريق يعني ابتدينا من الصفر، يعني فريق ابتدينا من الصفر. صحيح. طب نرجع مع حضرتك يا كابتن فريده للبدايات، البدايات جت ازاي بقى؟ مريم هي كانت البدايه كنت باخدها معايا النادي تاخدني معايا النادي، فطبعا انا يعني عارفه اللي هو ايه، انا بلعب، انا حطوني في النادي خلاص لعبت العاب قوى ولعبت فولي، بس انا يعني العاب قوى كل ده عشان انا عايزه العب فولي. ايوه كويس. بس فانا يعني انا بدات في الفولي بقى وانا ايه مش يعني الفريق لسه اصلا كمان بيتكون، مفيش فريق يعني بمعنى اللي هو ايه، احنا كنا صغيرين وناشئين وطالعين في مع بعض يعني بس، فكنا على طول حتى ان يا جماعه عايزين نلعب ماتشات بقى، عايزين نعمل اي حاجه بدل من لعب الحيط، عايزين نلعب تمرين تمرين بالظبط كده. فهي دي يعني مريم هي البدايه. بس لا جميله الروح هي البدايه على طول كده عشان اختها الكبيره مش بكتير قوي، متفقين ان الموضوع كله شهور يعني مريم مثلا عايزه خلاص بتلعب، انا عايزه كمان ادخل المنتخب يعني. أيوة. بس كده فيعني انا قعدت كام سنه يعني، انا دخلت التدريب المنتخب وانا صغيره جدا، بس انا مجرد ان انا اتدرب في المنتخب دي حاجه جامده جدا طبعًا. يعني انا مش مهم يعني عارفه ان انا هاخد وقتي، بس انا دخلت اتمرن انا في منتخب بتمرن لعيبه منتخب بالظبط اتمرن، انا عايزه اتمرن التمرين ده. صحيح صحيح. تاريخ كبير، انا قاعده مع تاريخ الكره الطايره بالاضافه طبعا لكابتن وفاء عزيز يعني وناس كتير جدا. التحيه للجيل الذهبي ده بجد، وفاء وفاء اسماعيل ومنى ادريس وهويده. انا دايما بقول كابتن وفاء عزيز عشان كابتن عزم جامد. ايوه طبعا كابتن وفاء اسماعيل الله يرحمه كان جامد يعني صراحه كانت فرقه بجد يعني طبعا طبعا ليها كل التقدير والاحترام وكل حاجه، يعني كل حاجه حلوه حصلت، كل واحده لوحدها نجمه يعني نجمه طبعا. رموز نادي الزمالك كتير جدا وعظماء جدا، مش بس على مستوى الرجال لا كمان على مستوى السيدات. وزي ما قلت لحضراتكم لما بتفتكر الجيل الذهبي للكرة الطايرة للسيدات اكيد هتفتكر كابتن مريم عصمت، كابتن فريدة عصمت، كابتن وفاء اسماعيل، واسماء كتيرة جدا مش عايزة اقول اسماء وانسى اسماء تانية، لان فعلا دول كانوا رموز عظيمة جدا جدا. بنحاول طول الوقت هنا في البرنامج ان احنا نسلط عليهم الضوء من خلال بطل القصة الفقرة دايما اللي معانا، او من خلال استضافتهم، او من خلال ارسال كاميرا قناة نادي الزمالك لبيوتهم والكلام عن قد ايه انجازاتهم وقد ايه ذكرياتهم مع نادي الزمالك. والحمد لله اساطير نادي الزمالك كتيرة جدا جدا جدا، ولكن بنحاول طول الوقت ان احنا نديهم ولو جزء بسيط من حقهم. كمان نجوم الألعاب الفردية كتير جدا وإنجازاتهم أكتر، ولكن حلقة واحدة بالتأكيد مش هتكفي علشان نقدر نستعرض كل إنجازاتهم العظيمة جدا اللي فرحوا بيها جماهير نادي الزمالك، خصوصا وأن برنامج ملوك الصلاة استضاف كل النجوم اللي قدروا أنهم يحققوا بطولات في الزمالك، منهم نجوم الكاراتيه والسباحة وألعاب القوى وأصحاب القدرات الخاصة والهوكي. وبكده تكون خلصت حلقتنا الخاصة والاستثنائية والأخيرة في 2021، وأشوفكم إن شاء الله في أول حلقة من ملوك الصلاة في 2022، وإن شاء الله مستمرين في دعم كل ما هو زملكاوي واستضافة ملوك الصلاة لكل ما هو زملكاوي في 2022. سلام عليكم.